فوجو فيها ثلاث كنوز، واليوم رح نتعرف على واحدة من هاي الكنوز الثلاث، مظلة الورق الزيتية. هاي المظلة إلها تاريخ بيمتد لأكثر من 1000 سنة، واليوم رح نتعرف أكثر على هذا التاريخ ونتقرب أكثر من هذا الفن العريق ونجربه عن قرب. الشخص الموجود جنبي الآن اسمه يان لي، هو أول معلم يان، هو شاب مغرم بفن المظلات الزيتية الورقية، وهو أيضا ناقل لهذا الفن العريق الغير مادي. يان لو شي سي ني نو سان فين يا جو شي ني ويش ما هو سيان داو كاي جي جون يو جي سان دي جيغ تي يان دي جيغ جي جون ديان نا ا سو سيان يو جي سان 属于我们这边当地的一个特色文化，我是希望让更多的小孩可以了解到我们这个地方它原先的一些特有的文化。在我们这边的话，一把油纸伞它需要83道的工序，工程一把伞它所需的时间是1个月。那我能不能体验一下制作这一把伞？欢迎。الرسومات على مظلة الورق الزيتية تحدد نسبة جمالها، حيث أن كل مظلة من هذه المظلات هي بالأصل ورقة بيضاء. This is a good idea. 我们就是想一下，你想要在这里面画些什么？我要简单一点，越简单越好。بالفعل عمل يحتاج إلى دقة دقة عالية. 我们可以白色的跟粉色的给它结合，你可以试一下。我试试吧。在这儿可以吗？可以啊，它都可以。然后把里面涂满一下。涂满啊。对。看，我们就给这朵花加上了花心。像这样，就跟拉牙刷一样的。它会看得出来吗？到时候会，它到时候这些白色的点就跟雪一样落在这上面，看到没有？看到了，我可以试试吗？可以啊。哦，有点多了哈。没事没事。最后在下面这一行写上你的名字就行了，这就是一个落款。哒啦 ，المظلة جاهزة。وكما قال السيد أو المعلم يان قبل قليل إنه هذا الفن هو كان موجود من قبل في 2500 سنة، كانوا الناس يستخدموا هذه المظلة بالفعل للحماية من الأمطار، لكن الآن هو بيشعر بالأسف لأنه الجيل الحالي لا يستخدم هذه الأداة يعني كمظلة للحماية من الأمطار. هو بتمنى من خلال عمله إنه ينشر هاي الثقافة العريقة الغير مادية للعالم أجمع. وأنا اليوم سعيدة إنه قدرت أعرفكم على هذا الفن